اهلا نسمة الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فرجعتلكم فيديو جديد، وقبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ونجماتي يكتروا اكثر واكثر واكثر. والفيديو رح يكون عن الصبارة الراقصة، وانا شفتهم كثير بالانترنت، يعني اليوتيوب والتيك توك والانستغرام، يعني وهيك الانترنت، وكتير عجبتني وهي بتضحك، وحبيت اجيبها واشوفها معكم. نحن بالمغرب لسه ما وصلتنا، وانا شفتها بالانترنت وطلبتها، واليوم وصلتني، وهلا رح نفتحها مع بعض. فهي لساتها بالصندوق، وهلا رح نفتحها مع بعضنا. فهي هاي هيك، وهلا رح نفتحها مع بعضنا، ويلا. يلا يلا والله انا نفتحها. فهون فهمنا نحط ال ويلا هلا راح احطهم هالين، ويلا فوني هذا البطاريات، والله بدي احطها، ويلا حضرت هي زايده. فوية هيك حطيت البطاريات. بالنسبة للمشاهدين الجدد اللي عم تشوفوني أول مرة، ما تنسوا الاشتراك بقناتي، ما تنسوا تشتركوا بالإنستغرام تبعي، ويلا نكمل الفيديو. ليان والله بدي أقول له يوميات نجمة ليان. يوميات نجمة ليان. نجمات الحلوين اشتركوا بقناتي. مرحبا يا صبارة الحلوة، شلونك؟ وأخيرا وصلت
ايش راح يكون عليها؟ هون هاد زر تبع الاغاني للاثنين، فراح اكبس على واحد. فتحناها مع بعض وشفنا أغانية وبتحكي كمان وكتير عجبتني وبتضحك وحلوة ومسلية، ورح أعمل أنا وياها مسرحية إن شاء الله، وأنا كتير عجبتني وحلوة كمان. واللي عنده إياها يكتب لي تحت بالتعليقات ويقول لي مميزاتها، وبتسلي وبتضحككم كتير إذا جبتوها، وعن جد كتير حلوة وبتسلي. وهو هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات، واستنوني بفيديو قادم مع الصبارة المتحركة. مع السلامة يا صبارتي الحلوة.